مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا في بداية هذه الحلقة من برنامجكم قضايا إسلامية. أعزائي المشاهدين، الصلوات الخمس أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة، وإن صحت صلاته نظر في سائر أعماله، وإن تكن الصلاة غير موجودة فلا اعتبار لأي عمل. هذه الصلوات افترضت على النبي الكريم وعلى أمته بمكة قبل الهجرة، وكانت 50 في الأصل، لكنها صارت 5 في العدد و50 في الثواب رحمة بهذه الأمة. افترضها عليهم حين يمسون وحين يصبحون وعشيا وحين يظهرون. وقد قال تعالى: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. اتق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولأولئك الذين تنتابهم اليوم مشاعر القلق والتوتر، وتحيط بهم الهموم والضغوط المتلاحقة، فإن الصلاة عون لهم على ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قد اخترنا أن يكون موضوع هذه الحلقة الصلاة ومكانتها في الإسلام. سرني أن أستضيف باسمكم جميعا فضيلة الفقيه الأستاذ الفقيه أحمد ولنيني. مرحبا بكم معنا فضيلة الفقيه. في البداية أود منكم أن تتحدثوا عن معنى الصلاة أو مكانة الصلاة في الإسلام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. كما جاء في مقدمتكم نجد أن للصلاة مكانتها المتميزة، وقد كفتنا هذه المقدمة أن نتحدث عن تاريخ فرض الصلاة وعن قدر فرضها. وللإجابة على سؤالكم نجد أن للصلاة مكانتها المتميزة، وقبل الدخول في مكانتها لا بد من تعريفها كما أشرتم ولو قليلا. فالصلاة في اللغة تطلق على معان، من بينها القراءة، كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، بصلاتك أي بقراءتك. والصلاة في اللغة كذلك تطلق على الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، معناها ادع لهم. وفي الحديث: من كان صائما فليصل. والأعشى يقول: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا: يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت أي دعوتي، واعتمضي نوما فإن لجنب المرء مضجع. والصلاة في اللغة الدين، ومنه قوله تعالى: قالوا يا شعيب وصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أديانك. والصلاة في اللغة البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. والصلاة في اللغة يطلق على الكنيسة، كما في قوله تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، أي كنائس. والصلاة في اللغة والإيمان مثلا في اللغة هو الصلاة، لقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الإيمان هنا هو الصلاة، أي صلاتكم. نعم. إذن الصلاة من حيث اللغة تأتي لمعان، أما الصلاة اصطلاحا، والاصطلاح هو تخصيص ما عممته اللغة
فالاستلاح هو قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. الشيخ محمد بن عرفة الورامي هو صاحب هذا الحد الذي قال فيه: الصلاة قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. قوله أو سجود فقط لتدخل في ذلك ليدخل فيه سجود التلاوة، لأن التالي يسجد، وهذا السجود يسمى صلاة كما سنرى في مباحث الصلاة. أما عن مكانة هذه الصلاة في الإسلام فيكفي الصلاة مكانة أنها هي أول ما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث امتازت الصلاة بفرضها في مكة ولم يفرض في مكة غيرها على أصح الأقوال. وقيل إن الزكاة تم فرضها في مكة، إلا أنها لم تفصل أحكامها إلا بالمدينة المنورة. والصلاة هي آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيها قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فالذين يقيمون الصلاة جعلهم الله تعالى من المتقين، وللمتقين أجور عظيمة يوم القيامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مكانة الصلاة كما رواه مسلم: إنما مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، أما ترون يبقى عليه من درن من وسخ. هذه جبال درني قلبي بها ذو درني، كأنها تخبرني بأنها تخبرني، يا ليتني لم أرها وليتها لم ترني. إذن فمن حافظ على هذه الصلاة كما سنرى تحط سيئاته، أما ترون يبقى عليه من درن. فبالركوع والسجود والمحافظة على أركان هذه الصلاة بهيئاتها وأقوالها وأفعالها تحط عنا السيئات، وتلك نعمة عظيمة. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيعهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه الإمام أحمد. وعليه: فمن أقام هذه الصلاة كان له عند الله عهد وهو أن يدخله الجنة. ويقول جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير أعمالكم الصلاة. فالصلاة إذن هي أفضل الأعمال، وهي أول ما نسأل عنه يوم القيامة ونحن على الصراط، ذلك الجسر الذي جاءت الإشارة له في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا. قال ابن عباس: وإن منكم إلا واردها، يعني النار، وذلك لأن الصراط هو جسر يضرب على متن جهنم، وهو أحد من السيف وأرق من الشعر، وتتفاوت الناس في النجاة عليه بحسب أعمالها التي من أهمها الصلاة.